إذن مشاهدينا، نتابع هذه النشرة سياسيا. اليوم تستأنف في الدوحة العاصمة القطرية محادثات وقف إطلاق النار في غزة على مستوى فرق العمل. للوقوف على ما يجري في الدوحة ينضم إلينا موفدنا من الدوحة محمد أبو نصيرة. محمد، يعني ما الذي يجري اليوم، ما الذي تقوم به فرق العمل هذا؟ رويدة، إعلان مفاجئ لاستكمال مسار المفاوضات هنا في العاصمة القطرية الدوحة. هذه إذن هي الجولة الثالثة من المفاوضات التي بدأت قبل تقريبا أسبوعين هنا في الدوحة، ثم انتقلت إلى القاهرة وعادت إلى الدوحة. من يشارك من الطرف الإسرائيلي فرق فنية وتقنية من الجيش والاستخبارات والأمن. العنوان العريض لهذه المفاوضات منذ بدء مسارها: جسر الهوة وتقليص الفجوات. وهناك الكثير في الحقيقة من النقاط التي يجري بحثها، ولكن السؤال البارز في هذه العناوين هو: لماذا انتقلت هذه المفاوضات من القاهرة إلى الدوحة؟ من المعلوم رويدة بأن الفرق في القاهرة كانت تبحث بشكل أساسي ما هو مرتبط بالوضع على الحدود ما بين مصر وقطاع غزة، ما يعرف بمحور فيلادلفيا، وكذلك ما هو مرتبط بمعبر رفح ومستقبل الوضع هناك والوجود الإسرائيلي على هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى محور نيتساريم. يعني المصادر التي تتحدث وتكشف عن هذه المفاوضات تتحدث عن أنه لا تقدم حتى اللحظة واضح، والهوة كبيرة والبون شاسع بين المقاومة الفلسطينية وما تريده وبين الاحتلال الإسرائيلي وما يريده. ماذا تريد المقاومة الفلسطينية؟ تقول بشكل واضح إن المقاومة الفلسطينية قدمت، وحركة حماس قدمت بما فيه الكفاية مرونة، وأظهرت الكثير من المرونة في الأيام الماضية، ولذلك هي تصر وتؤكد على أنها تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو في الإعلان الأمريكي، وتقول إنه لا حاجة إلى مزيد من المفاوضات سوى إذا كان الأمر يرتبط بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في 2 يوليو. أما الاحتلال الإسرائيلي ومندوبو ووفود الاحتلال الإسرائيلي فإنهم يتحدثون عن تفاصيل التفاصيل، بمعنى ما هو مرتبط بمحور نيتساريم. تقول إسرائيل إنها تقدم، حتى الوفد الإسرائيلي يقول إنه أمر غير عقلاني، ولكن هذا ما يصر عليه نتنياهو في ظل استئثاره بالمفاوضات وإبعاد قيادات إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين، منهم رئيس منهم وزير الأمن الإسرائيلي وكذلك رئيس هيئة الأركان. نتنياهو يصر على أن يصبح محور نيتساريم نقطة تفتيش دائمة في قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الوسطاء حتى يرفضون مناقشته. لماذا انتقلت إلى الدوحة؟ يبدو بأن هذه الجولة تريد أن تركز على بعض النقاط الخلافية التي تتجاوز مسألة نيتساريم ومسألة محور فيلادلفيا، وتحديدا ما هو مرتبط بالأسرى الفلسطينيين. من المعلوم بأن إسرائيل تصر على عدد من الأسرى الأمنيين الذين لا تريد أن تعطي المقاومة الفلسطينية وحركة حماس فرصة المفاوضات بشأنهم، إضافة إلى الأسرى الذين تريد أن تبعدهم خارج الأراضي الفلسطينية، وإضافة إلى ذلك هي تريد أيضا قوائم بالأسرى الموجودين لدى حركة حماس، وتريد أيضا أن تزيد من مساحة عدد الأسرى الذين ينبغي الإفراج عنهم. ولذلك إذا نظرنا إلى المواقف من الطرفين نجد بونا شاسعا. إضافة إلى ذلك، ونحن نتحدث من الدوحة، فإن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط هو موجود في الدوحة ماك كورك، وقد التقى برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، الذي كان في زيارة إلى طهران والتقى خلالها وزير الخارجية عباس عرقتشي وكذلك الرئيس الإيراني بزشكيان. ولذلك فإن هذه الجولة ليست بعيدة أيضا عما يحدث في المنطقة، خصوصا مع وجود تصريحات
إيرانية، بأن الرد الإيراني لا يزال من ضمن الحقوق الإيرانية، وأن إيران ربما ترد هذا الإيحاء بعدم اليقين في المنطقة كان من دوافع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بزخم في هذه المفاوضات. شكرا جزيلا على هذه الإحاطة محمد أبو نصيرة مفدنا من الدوحة.